فنقول بقى حته صغيره كده. من قديم الازل وانا مولود على حبها، اتريني بدوب في الخير في ايه؟ مش والله ده شرف لأي مصري، أي فنان مصري، إن يقدم حاجة لمصر، دعم لمصر. وبعدين دي حاجة، إحنا مصريين بنحب بلدنا، عايزين بلدنا تبقى أحسن بلد في العالم كلها. فلما جه الأستاذ خالد مهران المخرج والأستاذ محمد الشريف المنتج، كلموني وقالوا لي على إن إحنا عايزين نعمل حاجة، أغنية لدعم السياحة بين مصر وروسيا والدول الأوروبية والآسيوية عموما. فما ترددتش لحظة، مش بقى هقول لك ما شربتش من نيلها وبتاع، لا ما بقولش الكلام ده، انا بقول اغنية ابو الليف اللي بيقول لمصر، بيغني لمصر، بيعشق، واحد بيعشق تراب مصر. وفي اغنية ان شاء الله دي بره بقى الفيلم، في اغنية اسمها زنانة ان شاء الله نازلة قريب جدا، يمكن قبل شم النسيم ان شاء الله، وهصورها كليب وربنا يسهل ان شاء الله.